فقرة اليوم باش تكون ممنوعة. لا مش معناها فيها ممنوعات ولا ستيل ممنوعة على أقل من 18 سنة. لا تهنى وما فيهاش بوس. اليوم باش تكون ممنوعة وكهو. وهو كل مرة احنا نسمع خبر منع. يمكن أهمهم أكثر حاجة قاعدة تدور توا اللي هو الفنان هيني شاكر نقيب الفنانين في مصر بناء مجموعة من الفنانين إنهم يغنيوا ولا يعملوا حفلات. نعطيكم بعض الأسامي كانت عقلهم كما محمد رمضان، حمو بيكا، حسن شاكوش، حنجرة، أحمد موزة، مجدي شطة، وزة، عمرو حاحة وعنبة. حسب مزرعة لا تعليق. احنا قلنا برا نشوفوا التوانسة معنا الحاجات اللي يحبوا يمنعوا نضحكوا خاطر مش أساميهم هذوما كلها مش أساميهم هذيا كلها أسامي فنية أسامي فنية. نعملوا ارواحنا احنا قلنا هكايا برلمان متجول، نعملوا قوانين منع شباب. والبداية مع مهاب خلينا نسألوه ونعرفوا رايه في حكاية المنع هذه وشنو يحب يمنع. كيف فما حاجة تحب تمنعها في تونس مثلا يعملوا لها قانون تتمنع على جملة ما عادش تصير؟ شنو هي؟ الحاكم يا خويا. نمنع الحاكم؟ لا درجة مشاكلك برشا ولا دقيق خايف على سراولك. وسامحني احنا كان نمنع الحاكم رمبوانات البلاد شكون به؟ أمن الطرقات والكياسات والفوات والستوبات والشوارع شكون به؟ تعالي هك ولا تقول انت احنا شعب واعي ما نستحقوش حاكم؟ والحاكم يا اخي هو الملح نتاع حياتنا، راه الغاز هو اللي نتنفسوه. خليه وقبل ما نبصيو نمشيو لهشام. شنو تحب نعملو في تونس؟ فهمتك انا والله ماذا بيا. شفت تونس العقليه كلها تبدل، تونس كلها تبدل خاطر بالرسمي عايشين حياة صعيبه ياسر. انا في تونس معناتها العيشه هنا راهي خايبه برشا صاحبي وتعب على الاخ. عيش تحب تمنع عيشة صعيبة؟ فهمتش مش نمنع العيشة موتوا على أساس عايشين في سلد سبور كبيرة معناه نزلوا في الحديد شعب كامل قالوا عيشة صعيبة والتعب. وحسب كلامك معناه نمنعوا تونس الكل. هو راهو هكيك تهنى هنا قاعدين يمنعوا فينا واحد واحد. معناه كان قمة متاع ديمقراطية ما يعيطوا الناش، اطهور ما يقولوا الناش، عرس وطية ما يعلموناش، فرح ولا ندابة ما يعيطوا الناش. ممنوعين ممنوع بالعربي مكانترين خويا، حاطين بورتي كبير في المتوسط هذاك وقاعد يمنع فينا. نعملوا طلع لمحمد علي شنو هو اللي تحبوا يتمنع في تونس وبلاه هي جمله واضحه باش نجم نعمل لك قانون منع به. اي نحب خويا القمع نتاع استاديت نحكر هنا يبداو معناتها يستفزوا فيك بعديك اخويا تصير مشكله يردونا احنا بينا وعلينا وانت تشوف في الاوروب تشوف في المغرب عباد خويا قاعده تتمتع. المغرب صحيح عباد قاعده تتمتع طايره شيخه بالمتعه تهبط من المطار ريحه المتعه تبدا تعرض لك غادي. فهمت علاش عمل المقارنه بالمغرب. وين ترى سامحني معنا وين ترى في القمع في استاد السعر لهنا سامحوني راه مش مبيض اما الدوله اللي جاب بدات تخدم على الموضوع وعلى زوز مراحل القضاء على القمع المسلط على الجمهور. المرحله الاولى نحاول الجمهور هكاك ما يضربش معنا الحاكم يلقى ما يضرب دونك جاوكم به. المرحله الثانيه نحيو الكوره كوكوت جيش والجري كانت كملوا تعاركوا باش نتجمد فتح كل شيء وهكاك نقضيو على قولوا الحكومه ما تخدمش قولوا ما يخموش out of the box. وبالحديث عن متعة في الكورة نمشي نشوف فارس معناها قل لي تراه شنو تحب تمنع. قانون الزطل يتنحى صاحي منع الجملة زيادة عليه خطر يضر في برشا عبيد ما عنده حتى فيدة كما ما عنده حتى مضرة فهمت كان بتضر باش تضر روحك فهمت ما تضر حتى إنسان آخر. وإحنا حاجتنا بيك بلاي كيفاه منع قانون الزطل الدولة منع. حاجتها بيك الدولة حاجتها بيك خايف عليك وكيفاه معناها كيفاه ومعناها كي قلت لي لا تضر لا تنفع أنا تفكرت واحد معانا في البلاد لا يضر لا ينفع. به هات شوف خليل هاي ترى لا علينا شنو تحب تمنع مثلا وبالله بالله ركزوا واعطيوني جملة صحيحة. والله مش نمنعها ماذا بيا يسهلونا شوية في حكاية الهجرة والخرجة مش نحكي لك على الحرقة را نحكيه معناه عبد بقراي توباكو بدني تلكل بليسانس نقاو في بارشة تعطيلات صاحبي لهنا هذيك عليها ماذا بينا كان يساعدونا شوية ويروفوا بينا. واضح معناه قانون منع الحدود نحلوا البلدان لبعضها يبدأ كوروندير داخل خارج ومولا بيس تحب تخرج يا اخي بالك تستخير روحك انستغراموز انت باش تحرق شد بلاستيك خويا احنا توينس انا ممنوعين من السفر لاسباب اول حاجه ماديه وايضا اسباب مرتبطه بسمعه البلاد اللي زي البرلنت كيما يقولوا مساروه بي خلي ركز معايا تخيل روحك كي يحط روحك في بلاصه ثاني شكل نقيب الفنانين في مصر وابن عندنا حاجه خويا في الثنيه فيك هكا حاجه نتاع حنقره والجو هذاك. ليه والله ما عارش ما كله كما يقولوا هما فن ما تنجمش تمنع حاجة كل واحد وكيفاش مخه عطاه باش يواصل ليدي اللي حاب يعمله هو يسوفيه مثل ولا يغني ما تنجمش تقول له راك انت غلط ولا خد كل واحد علاش عملنا ثورة احنا كما نقول بلا سؤال علاش عملنا ثورة ما عادش تعاودوه عمار خاطر التولى عرفنا علاش وفما شكون حتى يقول لك انه ثورة ما صارتش وطلعنا نحلمه دونك اما ريتو خليل محليه قال لك ما يحب يمنع حد
الفن بالنسبة ليه رسالة نبيلة وهادفة وكل حد حر يغني اللي يحب عليه. أما خليل كيف وكيف أي تونسي السوفي تسأله مرتين. والله صاحبي الاخر متاعك المحبيست ولا شنو ذاك سماش هذاك هو فما عبيت في البيست عبيت في المحبيست لعينك ليت مخمس يا دورة يا فورات مش نامن هو حر على روح يقول لي حب ما يحشم على روحه صاحبي هو حر ما يحشم على روحه ومن هو ذاك واضح سماش وشكون رابر نجح أنا عمل الغنية ضربت هذي اسمها بارودة وين ضربت ضربت ليه سمع هاي هي فيها جملة فيها جملة ما نعرفش نقولها وين ضربت لحظة فيها جملة ضربت ما نعرفش كان نجم نقولها خاطر فيها بيوب هاي بيوب ما نعرفش لا بيوب هي بيوب الدوز اوبيراتور هي لا ما تقولش خاطر يقول مثلا بيوسي درشنية أما مخي درشنية معناه يقول فهمت ملا ابداع في الكراهه برون باسي ما اقولها نورمال يعني ملا ابداع لا 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 ملا ابداع هي ابداع خليه يخدم على روحه ربي معاه واحنا ربي معاه يا اخي واحنا الحق عندنا برشا موزيكا الحقيقه محلاها جيبوا له تاكسي سكرتي روحي جوانتي في كلاستي نعمل لك البخوخو الحمد لله يا ربي فماش علاش نمنعه اما ان شاء الله يا ربي منعنا وكهو اما احنا الحقيقه بتاع ربي لازم نمنعه برشا حاجات مش باش نسمي لكم مثلا كيتامبير اللي هو بالناس اتفدليك باليدين وبالاخص سبادريات اللي تشعر بالضوء خرش بيبا مع صلاح الدين السكوحي.